ازاي كان يوم الاستاذ في السنين الاخيره، وازاي كان بيفضل ذهنه حاضر ما شاء الله يعني بكل ما يحدث من تغيرات يمكن كانت متسارعه حوالينا في كل وقت. هو كان يبدا يومه مبكرا جدا، يبدا بيومه مبكرا جدا، ويبدا يومه بقراءه الصحف، اهم شيء في حياته، لكن قراءه الصحف ومتابعتها لم تخلو من قراءة الكتب والأعمال الفكرية المهمة والأعمال الأدبية المهمة على مستوى العالم وعلى مستوى الأدب المصري. وهو الذي اكتشف موهبة نجيب محفوظ مبكرا واستكتبه في الأهرام ونشر له رواياته، ابتداء من رواية أولاد حارتنا في جريدة الأهرام كاملة وغيره. صحيح. يعني الشاعر الفلسطيني محمود درويش عندما كان يأتي إلى مصر كان لابد أن يذهب إلى مكتب الأستاذ هيكل. الشاعر الفلسطيني سميح القاسم والرواية الفلسطيني إمير حبيبي، حتى المثقف العربي الكبير خالد عبد الهادي أتى من عمان مخصوص ليحضر غدا احتفالية الأستاذ هيكل، وله كتاب مهم عن الأستاذ محمد حسنين هيكل.